أغلقت المقاهي أبوابها بسبب الكورونا، وأضحت معها فسحة سرقة أوقات من روتين يومي معتاد معلقة حتى إشعار آخر. عادة مرغوبة أصبحت ممنوعة، ما أفسح المجال للتفكير في بديل مماثل، لكن بصيغة التباعد الاجتماعي. مقهى فينكم منصة افتراضية من إبداع مجموعة من الشباب، اختير لها كشعار: نشرب قهوة في الدار ونعرفوا شنو طاري في النهار. مقهى فينكم فتحت أبوابها، جلسة جديدة عاوتاني مع ضيوف جداد، مع موضوع جديد. مرحبا بكم، مرحبا بمشاهدينا. نخرق يعني الحجر الصحي دون خرق للقانون، نفك العزلة عن الناس، أعطاهم فرصة للتواصل معنا. محاكاة افتراضية تجمع حولها آراء المغاربة حول مواضيع ترتبط بتداعيات الفيروس وإرهاصاته على مستويات عدة، ومناقشتها عبر تقنية البث المباشر. لائحة الشباب ديال التمثيل ديال الشباب في القبة البرلمانية مسألة مهمة، لأن التمثيل ديال الشباب في المؤسسات الشرعية قليلة جدا. يعني هذه المسألة ديال لائحة الشباب خص تم واحد المراجعة فيها. انضم إلينا يعني مجموعة من الأصدقاء وكوننا فريق عمل، وابتدأنا يعني نتشاور، حتى أن الناس يعني الذين تفاعلوا معنا إلى حد ما يعني في البداية أصبحوا يقترحون مجموعة من القضايا: مراعاة النوع، مراعاة الفضاء الجغرافي. ما تحدثنا مثلا عن الجماعات الترابية، كان من صالحنا مثلا أن يكون هناك ممثلين يعني لأحزاب تنتمي إلى اليمين إلى اليسار إلى كذا، لكي تكون يعني هناك وجهات نظر في هذا الشأن. كنحاول نقسم وقتي بين شوية القراية، شوية الراحة، شوية الأفلام. قد نتناول بعض القضايا مثلا الثقافية أو الفنية، نقدم يعني صفحة مثلا عن الأمن المعلوماتي الإلكتروني مثلا في الأنترنت، خصوصا أن الناس تتعامل بالأنترنت أكثر فأكثر، كيف أنهم يحسنوا نفسهم من أي اختراقات إلى غير ذلك، أو صفحة ثقافية نقترح أفلام نقترح كتب. باستمرار قرار إغلاق المقاهي يستمر إشعاع المقهى الافتراضي، لكن رغبة أنيس وأصدقائه في تطوير البادرة في زمن ما بعد الكورونا تكبر يوما بعد يوم. فدو المرابط، قناة الغد، الرباط.